السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي مجموعة من الناس يقدروا يشتغلوا على نفس الملف، لان الطبيعي ان لو واحد فاتح ملف وشخص اخر جه يفتح الملف التاني تجيله رسالة يقول له ريد اونلي، عد علينا بكرة، في واحد فاتح الملف ومش هينفع انتوا الاتنين تشتغلوا على نفس الملف. لان لو احنا شغالين على نفس الملف وده بيعدل حاجة والتاني بيعدل حاجة تانية عكسها بتحصل مشكلة، فلذلك لازم يبقى في تنظيم للموضوع. ففي حاجه اسمها ورك سيت، دي بتنظم الشغل بحيث يبقى في واحد مثلا ماسك بعض العناصر حتى في الورك سيت بتاعته، ما ينفعش حد يعدل فيها غير لما يستأذنه ويقول له مثلا انا محتاج ان انا اعدل حاجه في الورك سيت، فهو يسمح له او ما يسمحلهوش، يعني يسلفه او ما يسلفوش. تمام. طيب ازاي نبدأ نظبط الموضوع دوت؟ لان الموضوع ده مهم، لو حد خد كورس وتعلم رافيك كله وما اتعلمش الجزء دوت، فعلميا هو كده ما بيعملش شغل بيم مظبوط، بيعمل بيم محدود. تمام. ما بيعملش بيم، ما بيستفادش بكامل طاقة البيم، بيشتغل على حسب آلية البيم. تمام. الأفضل ان هو يشتغل بيج بيم، يشتغل على بيم ذو قدرات فائقة. طيب هنيجي هنا في كولبريت. تمام. هنلاقي عندي حاجة هنا اسمها كولبريت، لما بفعلها بيبدأ يفعل لي الورك سيت ديت. الكولبريت بيبدأ يحول الملف دوت ل ملف فيه ورك سيت منظم بحيث ان احنا نقدر نعمل سنكرونايزيشن. بيقول لي سيف الملف ده الاول قبل ما تبدأ شغل، فبقول له سيف، هيرفض. ليه رفض؟ لان هو موجود ريد اونلي. فاقول له فايل سيف از وسيف المشروع ده في الاول، تعال نسيفه على السي مثلا على الديسكتوب، اسميه مثلا كايل اكس واي، ده مسلسل اجنبي عجبني قوي بس ما عجبش حد خالص فما كملش. تمام. وتقريبا شفت واحد صاحب بس، واحد بس اللي كان عجبه المسلسل. المهم يعني كايل اكس واي، واقول له ايه سيف، فهو بيبدا يسيفه. وبعد كده هنبدا نحوله لملف سنترال بحيث الناس كلها تقدر تشتغل عليه. سنترال هي الفكره كلها ان هيبقى في ملف سنترال على السيرفر او على جهاز من الاجهزه، واي حد هيشتغل على الملف دوت بيفتحه بياخد منه نسخه لوكال. كان الاول بيتم الموضوع يدوي، كنا بناخد كده نسخه كوبي، ولا دلوقتي بقى بتختار كده تقول له اعمل لي نسخه لوكال فهو بيعمل نسخه لوكال. زمان كان الموضوع ده يدوي، زمان ده يعني كان من 500 سنه حاجه زي كده. طيب هبدا اقول له بقى كولبريت، بيقول انت عايز تشتغل على شبكه ولا عايز تشتغل بين 360 تشتغل على الانترنت؟ دلوقتي هنشتغل على النتورك. لو هتشتغل على 360 مفيش اي مشكله خالص، هيبقى في الملف هيبقى موجود على الموقع بتاع اوتوديسك وكل الناس تقدر تفتحه من اي دوله وتقدر تتعامل معاه. على النتورك في سيرفر ناس بتشتغل ونفس الخطوات، يعني مفيش فرق بين الاثنين، بس لو هتشتغل على النتورك لازم تعمل ساين ان هنا بحيث ان انت تبقى داخل على موقع اوتوديسك. في حلول اخرى لو انت ما عندكش فلوس تدفع الاوتوديسك، ان انت بتعمل جوجل درايف وتسطبه، بس يبقوا كلكم مسطبين جوجل درايف في نفس الفولدر في نفس المكان في نفس الدرايف، وداخلين بنفس عاملين حساب جوجل درايف بنفس الاسم. طبعا الريفت بيبقى باسامي مختلفه، انما جوجل درايف هيبقى بنفس الاسم. هو هنا بيعمل انيبلنج للورك شيرنج، بيعمل تمكين لمشاركة الملف بحيث ان كلنا نبدأ نشتغل عليه ويبقى في تبادل الشغل، بحيث ان انت مثلا المشروع كبير مفيش حد بيعمل مشروع كبير لوحده، فكلنا بنتبادل، واحد بيعمل الجزء دوت واحد بيعمل الجزء دوت. ممكن يكون مشروع صغير فيبقى معماري وانشاء وكهرباء وميكانيكا شغالين مع بعض. طبعا لو المشروع كبير بنبدا نقسم، يعني حتى ممكن تقسم التكييف نفسه لاكتر من قسم. تمام. طيب هو كده عمل كريت ورك شيرنج، هتلاقي هنا بدا يعمل لي ورك سيت، وهنا في ورك سيت اتفعلت. طيب خلينا نقول له ورك سيت، بيبدا ينظم لي الملفات اهوت. تمام. هو خد الاسم بتاعي اليوزر هنا كتبه هنا، انا الاونر. لو حد عمل سلف مني بعض العناصر بيكتب اسمه هنا ان هو بورور، هو سلف مني بعض العناصر. تقدر تعمل كرييت لاي ورك سيت. تمام. خلينا نسميه مثلا سبايدر مان. الورك سيت مش معنى ان انت سميتها وول ان هتحط فيها الول اوتوماتيك، لا، ده دي خزنه تقدر تسميها اسم وتحط فيها اي عناصر اخرى، دي مجرد خزنه ممكن تسميها باسمك، ممكن تسميها باسم الدور، ممكن تسميها باسم السيستم زي ما انت عايز.
تمام. طيب لو انا عايز اتنازل عنها بقول له نون اديتابل، بيقول لي لازم سيف الاول وبعد كده ايه تقدر تستغنى عنها. تمام، تقدر تعمل اكتر من سيت، تقدر تفتحها تعمل كلوز تعمل اديت. ده اليوزر كرييت، دي اللي هي الورك سيت. تمام، ممكن تقول له فاميليز، يبدا يجيب لي كل الفاميلي. تقدر تقول له الحاجات دي مثلا خلي حد تاني يشتغل عليها، تمام، بحيث ان واحد تاني يقدر دلوقتي انا ماسكها، فلو حد حب يعدل عليها لازم يبعت لي ريكوست. تمام، طيب غير كده في البروجكت براوزر، البروجكت ستاندرد اسف، اللي هي الاعدادات، زي مثلا اليونت، الاعدادات، الخطوط، اعدادات كذا. لو انت خايف ان حد يعدل في حاجه، تمام، تقدر تخليها عندك بحيث محدش يعدل غير لما يبعتك ريكوست، فتقول له انت عايز تعدل ليه. المفروض البيم مانجر مثلا بيبقى ماسك الحاجات ديت بحيث محدش مثلا يعدل في الاعداد الطباعه غير لما يستاذنه مثلا. خلاص احنا اتفقنا عليها ومش عايزين كل واحد يلعب، لازم يبعت لنا. الفيوز دي اللي هي الفيو اللي هي ديت اللي هي في بروجكت براوزر، زي الدور الاول تاني سيلينج وهكذا. تمام، دي هنا الاكتف الورك سيت، اللي لو انا عملت عنصر جديد هتحط فيه اوتوماتيك. هنا جري ان اكتف ورك سيت جرافيك، لو علمت عليه الحاجه اللي مش على الورك سيت الاكتف معاك بيبقى واخده لون رمادي شويه. طيب هقول اوكي، بيقول لي عايز سبايدر مان الورك سيت اللي اسمها سبايدر مان دي تبقى اكتف، خليها اكتف. طيب دلوقتي بقى هبدا اعمل سيف. طيب هيبدا يقول لي رساله بيقول لي دي اول مره سيف الملف، وانت المفروض ان انت عملت ورك سيت فلازم تسيفه على النيو سنتر. عايز تسيفه على النيو سنتر، بقول له اه سيفه على النيو سنتر. تمام، فبيحول الملف بقى من ملف كان لوكال عادي دلوقتي خلاص اتغنى من وسع وبقى معاه فلوس كتيره واصبح سنترال كبير. تمام، طيب هنبدا نقفله ونشوف هنشتغل فيه ازاي بعد كده. خلينا نقفل الملف. خلي بالك دي اكتيفيت، دي اكتيفيت معناها ايه؟ سنكرونايزيشن. لما تيجي تدوس عليها بيجيب لي ان انت ده الملف اللي انت تعمل عليه سنكرونايزيشن. لو انت عايز كومباكت سنترال موديل بس بياخد وقت، بينظم الملفات وبيخلي كويس بس بياخد وقت في السنكرونايزيشن، واحنا الاجهزه بتاعتنا مش مستحمله، فدي ممكن مثلا مره كل اسبوع حاجه زي كده. لو انت هتعملها وتقوم تصلي، هتقوم تاكل، هتقوم تهزر مع زمايلك، بعلم عليها. وهنا كومنت بتكتب عشان تفكر نفسك انت سيفت ايه. وهنا لو انت مستلف حاجه من حد ممكن ترجعها له، استلف تلف ورد خساره. اقول له اوكي، خلينا نعمل كومنت مثلا سوبر مان. تمام، اي كومنت. هنقفل الملف ونيجي نفتحه ونشوف ايه الاختيارات اللي بتجيلنا. اقفل. ما تجيش تروح فاتح الديسكتوب وتروح داس على مرتين تفتح، لا مش صح. صح ان انا هجي هنا اوبن، بصح لان هو هيفتحه هتبقى انت السنترال، واحنا مش عايزين كده، عايزين نتوضع شويه. ده الكايل اكس واي، عندي اختيارين مهمين وفي اختيار تالي كده ملوش لازمه. اوديت ده بينظم الملفات، بياخد وقت في الفتح فاحنا بنعمله كل فتره وفتره يعني. تمام، ده كرييت نيو لوكال، بيعمل لك لوكال، بيجي على الدوكيومنت، انت كنت دوكيومنت ديت اللي عندك على السي، بيبدا يحط ملف لوكال. تمام، او تقدر من الاعدادات تظبط الملف اللوكال هيبقى موجود فين. وده ديتاتش، ده التاتش ده يعني ايه؟ بيفصل، بياخد نسخه من الملف دوت منفصله عن السنترال، ودي بنستخدمها لما كنا خلصنا شغل او عايزين نبعت نسخه لحد تاني، المالك او شركه تانية تكون شغاله معانا، او عايز تضعفها بدل ما انت عمال تستخدم الجهاز وبتقل معاك وبتقل على زميلك، بتعمل ديتاتش بحيث تطبع براحتك او تصدر في الكود براحتك، تكون الشغل ثابت في اللقطه ديت. تمام، طيب هقول له كريت نيو لوكال واقول له اوبن، فبيبدا يفتح ملف لوكال، بيبدا يفتح النسخه اللوكال، وبعد كده السنترال بعد ما تخلص شغل بتعمل سنكرونايزيشن، بتعمل سنكرونايزيشن. فالسنكرونايزيشن بيعمل ايه؟ بياخد شغل اللوكال يحطه في السنترال، واي شغل في السنترال ياخده يحطه في اللوكال. دي فكره موضوع الشغل دوت. تمام، ولو انت عايز تعدل في اي حاجه، تمام، لو انت عملت سيلكت هنا على اي عنصر، هتيجي هتلاقي في خاصيه هنا اللي هي الورك سيت، اي ورك سيت 1. تمام، فتقدر تنقلها مثلا من ورك سيت 1 مثلا لورك سيت معينه.
واي حد فاتح الجهاز عندك مش هيقدر يعدل فيها غير لما يبعت لك ريكوست. الريكوست هيظهر لك هنا، الريكوست هيظهر لك في العلامه اللي تحت ديت هيقول لك ان في حد بعت لك ريكوست فتوافق عليه او ترفض الطلب اللي هو بعته. لو عجبك الفيديو لايك شير.